علمتنا الحياة أن هناك أصدقاء وأقارب حسب الظروف، وأصدقاء وأقارب في كل الظروف. وعلمتنا الحياة أن عدواً صريحاً واضحاً أفضل 1000 مرة من صاحب أو صديق أو حتى قريب منافق مخادع ومتلون. وعلمتنا الحياة أن الطعنات الأشد هي ممن كانوا يوماً الأقرب لنا. وعلمتنا الحياة أن الصفعة التي لا نتعلم منها نستحقها من جديد. علمتنا الحياة أنه يجب أن نتعلم من دروسها، وإلا ستعيدها علينا من جديد.